يخرب اليوم ديال الخرب الزهره كيفاش وفاش مسكين. السلام عليكم مشاهدي الكرام. كيفاش وفاش؟ كنوجه لصاحب الجلاله الله يجعل ربي ينصرو وينصر مولاي الحسن ومولاي رشيد والاسره العلويه، وكنشكر المغاربه كنشكر المغاربه اللي متبعين الحديثه ديال المرحومه فاطمه الزهراء، ولهذا اللي تقتلت في 20 غشت 27 تسعود 2021 ولكن قبل القاتل المجرم الوحش ادمي قم يقتلها فيه الدخل على الكلينيك عيب وعار على التازيق اللي ما علمش البوليس. كتخدم عند الدكتور التازيق الدم ديال ديك الدريه تسكف وهو كيدخل الملاير واللايف مع الشعب ديال اوروبا. ها قال لك بوحسين من المحسنين، انت محسن كتخلي الدريه غتجي في 12 الليل كون ما كانوش كيجيبوها، كون ما كانش خوها وخالتها مع ما كون ما كانوش كيجيبوها، كون الدريه العالم الله شنو طرا بها. والوقت هجم عليك الكلينيك مجرم ياك تمو الكلينيك ما خبرك شيء ما فعل لك شيء علاش؟ ها تبعو بالناج وتبعو السكيورتي وبلغ الانوال راه قرب هيك وجيرانك بلغ الانوال ما بلغتي شيء وسرت فيك اللي عطيتو للدريه مزوره كمل سرت فيك هاد ايا سعد الله اه كمل سرت فيك الشاشعي الدريه داخله في 2010 2011 ايه الناس كيديوها وكيجيبوها عطانا الناس اللي عدوا عطاونا 2017 كيف يعقل هاد السنين كلها مشات راك ناس عندهم في 2014 كنت خدام عند ناس عندهم انا كنت كوما طحت تشلل بالشلل من رجلي ويدي ونحمد لك ربي ونشكرك دوك الطبه اللي قالوا للدريا الله يصبرك فاطمة الزهراء قدام الله ربعه كاينه شكايه ديال السرقه هاهي هاهي ديال الوكيل العام اش تسرق لها؟ دب الذهب ديالها الذهب ديالها في وسط البيلانس ملي مات تاه ملي مات تاه فاش الذهب ما داش المجرم مشى داوه البوليس داوه ديك الساعه قبطوا حموده البطل الله يخف عليه هذا التوجيه اللي كنوريك سي عبد الله هذا التوجيه اللي كنوريك الدول كلهم قراوا على الدريه كيعزيو فيها دول دول ماشي المغاربه ماشي الناس اللي شادين المنصب وما قادينش عليه وبالنسبة هنا التازيك ماش كتدخل عندك الدرية بالأقل جيبها غير بالطوموبيل وصي عليها واحد من السكيورتي يوصل للدار شوف هنا هاي هنا من 8 الصباح ولا 9 وأنت كتدخل كتكزر في الناس طال 12 الليل آه اللي كيقول لك شي وحدين حقها مظلومة مظلوم والدار ديال الدرية فين مشى ياك أنت جيتي السبيطار حدك شي الدرية ماتت صافي دور عادي هاي هز وري الكاميرا. أيا كنوري الشعب المغربي. لأن على الله وعسى شي واحد يتنمر بهاد المسؤولين اللي كيوجهوا لسيدنا كذوب. عطيو الملك اتساع، بعدوا منه، عطيو تقار. عاش الملك، الملك متواضع. الذهب كيفاش مشى؟ الذهب سيدي كان في لابيلانس، البطل اللي شد القتال دارت مع صحابية استجواب في رمضان. فطرت معاه في الزنقة في الشارع. قال لها شفت الذهب. قالت لي البركة في راسك مجيت للوالدة ديالك. وإنما دوات مع التفاصيل ديال الطلاق على مرتو عنده مشكل الله يكون في عوان ويدخل معاه في الصفه ديال الدريه بنت اختي قالت لي بغيت نسولك حموده انت كبطل ويعني كتريسكي براسك انا كنت كريسكي شحال من خطره على قبل الشعب ما كنبغيش بنادم يتظلم كمل اش قال لها؟ قال لها شوف الذهب قال لها الذهب بقى في وسط لابيلانس بقى في وسط لابيلانس هاو دير شي شكايه ولا با درنا الشكايه الوكيل العام درا استاذ محامي ها هي مشات للبوليس جمعت دوك الاوراق شوف مشات للبوليس شوف فينا مشات للبوليس من عند الوكيل العام مشات الوكيل الملك سيفتا وكيل العام الوكيل الملك المحكمه الزريه ابتدائيه مازال عندي محامي اللي غيتابعوا داك الدوسي ولهذا اليوم صبحنا بحال الترومبيه شي شات تليفون كيامر عليك مؤامرات وواحد يقول لك دير هادشي تيتأجل دابا كيتأجله علاش باقي ما تيحكمش في البوليس؟ وبالنسبة للمجرم باغي نعطيه قال لك مساعدة قضائية واش مساعدة قضائية كتعطى ها؟ قانونية في القانون السي عزيز واحد في ميريكان عنده مخدرات لا واحد ميريكان عطاو الإعدام واحدة صحفية عطاو الإعدام وحنا راه عندنا ملك ديالنا ما يدخلوش فينا الدول يقول لك لا الإعدام ما كاينش عندنا الملك ديالنا عاطي الدستور واش كاين فصل 240
200 كاين 393 كاين 300 لو اعدام. اش غيقول هاد المحامي اللي غيشدو او محاميه؟ القتل عنده الترصد وسبق اصرار واستدراج هاجم على الكلينيك وعنده سوابق فين بغى يقتل جداه، عنده 5 سنين الحبس بغى يقتل جداه، عنده نسيبو عنده نسيبو قبل من الدريه عنده نسيبو وفيت انا حطيت في يدي امام قصر ديال سيدنا الله ينصرو فيت حطيت في يدي عاش الملك. انا ما كنعترف بحد في هذه البلاد، انا دماغي كونسونتري ما كنتباع ما كنشرق ما عنديش ذاك التملق وذاك التحسريف بحال ما كيديروا شي عناصر دابا مازال غندخل عند وكيل عام. دابا بالنسبه شنو هو الحكم اللي تبغي ولا انا الحكم اللي كنطلب ليه هو الاعدام، كيما قتلخش يموت مني انا وجبد لا اللي قدر عليا ولا اللي كتبه. ما عمر ولد المراه ولا بنت المراه تاجت مع المضاربه ولا لا لا الصراع باش نحط يدي في انسان قتلتش انتعدم. علاش غيديروا لي هاد المحامين والمحاميه؟ راه كاين بلاد وحدين كيبداو يتبومباو، راه كاينه محكمه موقره قاعه 8 اللي عطات البشوش اعدام راه ما كيلعبوش. هذاك السيناريو داك المسرحيه كاينه في قاعه 8 ما منها والو، راه كاين وكيل عام ومازال كنوجه للسيد الوزير ديال الاعلام يجي يدير حل. قول لي يا سي عزيز. نعم عزيز. نعم بالنسبه لهاد السيد تيقولوا بان كان معاه ما كاينش ما كان معاه ما كاينش كان معاه وضح ما كاينش كان معاه كاين انا كاين انا كنتذكر انا وكاين خوتي كاين خوتي مع خويا وولد اختي ولد اختي كان غيدي امرو قال لي شوف قدام الناس ما كيسمعوا اما تحيد من الطريق ديالنا ولا غندير معك لازم قدام الناس. وكاين شي وحوش دوك التملق بدا كيبداو يبكوا. واحد النهار جات عندي كتجري والله شاهد علي عبد الله لاحظ الساك قالت لي اجي خرج شوف هاد المصه خشبه يلا غنحط في يدي عاوتاني. وداك الشعب المرتزقين برك على التخدير وبرك على النميمه في عباد الله راه كل واحد عنده امه وعنده اختو وعنده بنته. جات جلسه؟ مازال اخروها لان كاين اضراب في المحكمه. تاخرات؟ اللي بغيت نقول لك انا بهذا المفهوم اللي بغيت ذكر على بنت اختي بزاف على بنت اختي. عزيز نعم اش بغيت تقول للناس اللي بغيت ذكر على بنت اختي؟ انت نوريك السي رشيد انت الشهاد اللي بغيت ذكر على بنت اختي خصو يوصف امه بدواء سنان ويعوم لانه واحد الشعب مفخور. شحال خدمت شي مع الشهاده؟ من 2010. والشهاده اللي عطاكم شحال ديالاش؟ 2017. يعني شحال في 7 سنين كامله؟ هذا ماشي منكر، ماشي عار، ماشي حرام. انت كدير لايف الدوال حقير من الفقراء، واللي كيكون فقير من الفقراء ما كيطمعش في الناس ويدي لهم الدم ديالهم. انا نعطيك واحد المثال، سي رشيد الواجهه وحده كتمرمد خرج خوه قال لي واش انت رشيد الواجهه؟ رشيد شوف تيفي رشيد ويك علو رشيد باقي بالحياة. اش طالبو؟ كنطالبو دابا الاعدام كما قتل الدريه خصو يتعدم. وتاخذ كلمه بعين الاعتبار ماشي واحد عاطينو اعدام واحد تقول ليه لا ما نعطيكش اعدام. راه عندنا الدستور عندنا سيده في البلاد. هاد الكراهيه وهاد الخبط وهاد الحقد خصو يتحيد. واش قتلتي خاصك الاعدام. شكرا الله ينصر سيدنا. شكرا ومولاي رشيد مع مولاي حسن. شكرا.